راسه خالد لانه في شيء بجمعنا نحن ثلاثه مبدئيا، اللي هو نحن ثلاثه بنازف باكثر من بروجكت، بس بنفس الوقت كل واحد عنده شيء عم يعمله جديد بقالته. ما انه كثير هيك عازف انه تيبيكال انون او بيركاشن بالطريقه التقليديه. ف بنفس الوقت كلنا بنفكر بالموسيقى بنفس الطريقه، عم نحاول نعمل شيء ما انه كثير مودرن، ضليت نسرنا نحن عم نعمل موسيقى شرقيه، بس بنفس الوقت ثلاثتنا منفتحين على كثير انواع موسيقى ثانيه. ف اختلفت الطريقه اللي لما كتبت انا موسيقى لهذا البروجكت وجيت على هذا التريو لحتى اختلف كثير طريقه اللي انا كنت افكر فيها، انه انا بدي اعمل هون بالانون وهيك بالبركاشن، تغيرت القصه لحتى طلع في ساوند اشتركوا فيه الثلاثه مع بعض. ففراس وخالد هو موضوع بتحسي انه بالمستقبل يعني هي تمام خطوه اولى لشيء ليتحسن اكثر صوته لهذا الباند يعني، وهذا نحن شجعنا كثير هذا الشيء نحن الثلاثه. كل قطعة فيها قصة صغيرة كتير بكل بساطة للشغلات اللي نحن عم نعيشها آخر فترة، يعني ما هو موضوع لا سياسي ولا خلينا نقول اجتماعي هذا الموضوع اللي عم بحكي فيه أنا. بس فعلا أنا كل قطعة كتبتها لهذا البروجكت هي عن مرحلة أنا مريت فيها وتغير صوتها بالفرقة، صارت بغض النظر حتى لو صارت موضوع تاني، بس ضلت في فكرة انه في قصة موجودة بهذا الالبوم كلاتهم من الاول للاخير. وصار الاسم آسيا لانه هي اسم قطعة من القطع اللي اخترنا اخر شيء بالاخير انه يكون اسم الالبوم آسيا على اسم هاي القطعة اللي موجودة بالالبوم. غير كتير شغلات بطريقة العزف على الساكسفون، أو حتى أحيانا بغير شغلات موجودة فيه لحتى يصير يعزف أكثر موسيقى شرقي، أو بغير الطريقة اللي كل مفهوم الساكسفون كيف بنعزف عليه يعني. ففعلا في شيء حلو بهي القصة، بتحسيه أنه طريق وقد ما الواحد ضل ماشي فيه بضل في شغلات عم يتعلمها طول الوقت يعني، بس انا بحس انه كثير آلة حلو لانه ينعزف فيها موسيقى شرقية.